أنتم الآن هم يفكرون من هي الكتلة الأكبر، أنتم ما هو رأيكم بالكتلة الأكبر؟ من هي الكتلة الأكبر؟ وش السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتلة الأكبر كسياسياً اللي هي كانت كتلة السائرون التابعة للتيار الصدري والسيد القائد مقتدى الصدر جزاه الله خير الجزاء، الرجل تنازل بها إلى الشعب العراقي، إلى الجمهور العراقي، إلى ثوار العراق. حالياً الكتلة الأكبر هي الثوار، هاي الشباب، هاي الشيوخ، هاي الكبار بالسن، هي اللي تمثل الكتلة الأكبر، الشعب العراقي. ما حد أكبر من الشعب، أي كتل سياسية ماكو أكبر من الشعب. أنت أحسب هسه عدد الثوار شقد بالعراق كله، جميع المحافظات، فإحنا الكتلة الأكبر حالياً. إحنا اللي نختار رئيس وزراء، إحنا اللي نشكل الحكومة، إحنا اللي ندير البلد. مو بس الكتل السياسية البقية والأحزاب السياسية هي الوحيدة العقلية الجبارة والعقلية المفكرة بالسياسة. أكو مفكرين، أكو علماء، أكو دكاترة، أكو سياسيين، أكو قضاة موجودين حالياً بالساحة، ساحات التظاهر، مظلومين إعلامياً، مفكرين مظلومين إعلامياً، سياسياً، كل هذا مظلومين إعلامياً. هذا الشيء إحنا اللي نختاره، إحنا اللي نزلنا الشارع، إحنا اللي قدمنا ضحايا، إحنا اللي قدمنا شهداء،